نتمنى مساء الخير يا ولاد. دونك فوالا سييت ندير اعتذر، سييت ندير اللايف مع على جال كونيكسيون ما قدرتش، دونك نديرها فيديو مباشره. دونك كيما راكو شوفوا في العنوان الاعداد نسبيه بصح الخاصه بالسنه الثالثه متوسط. بصح واش رايحه نفهم دوكا باسكو واش قريتو في السنه الثالثه المتوسط هو ضرب وقسمه عددين نسبيين. بصح راني نبدا قبل بالجمع وطرح المجامع هذوك تاع الاعداد النسبيه دونك هنا لدينا تمرين، هاوليك التمرين الاول. احسب العمليه التاليه بابراز كل المراحل، بابراز المراحل باسكو بليجي كي ديروا الاعداد النسبيه المجموع ولا الطرح نديروا المراحل كلها. دونك لدينا في التمرين الاول هكذا ا يتساوي ناقص 6 زائد ناقص 9. دونك هنا مجموع عددين نسبيين كسوسوا نفس القاعده، كسوسوا زوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا عده اعداد نسبيه هي نفس القاعده تطبق عليها. مجموع عددين نسبيين دونك هنا كيكون مجموع واش نديرو مباشره المرحله اللي جايه، كيكون مجموع ناخذ الاعداد الموجوده داخل الاقواس باشارتها. يعني هنا ناخذ ناقص 6 وهنا ناقص 9 مباشره داكور، ما نبدلو والو ناخذها باشارتها. ومن بعد القاعده ماذا تقول؟ مجموع عددين نسبيين لهما نفس الاشاره واش نديرو؟ تعود الى جمعهما لو بلو نورمالمون دو موند، يعني نجمعوهم نورمال والاشاره تاخذ اشارتهما. هنا سالبين في زوج دونك الناتج يكون سالب، ونجمعهما نجد 15 دونك يساوي ناقص 15. ثم ب يساوي ناقص 15 ناقص زائد 17. هنا طرح او فرق عددين نسبيين، الفرق تاع عددين نسبيين سواء يكونوا لهما نفس الاشاره ولا مختلفا في الاشاره دائما لازم نرجعوها الى مجموع عددين نسبيين. دونك هذا ناقص الفرق هذا كيولي زائد العدد الاول هذا كيبقى كما هو، هذا مقبل الاشاره هذيك تاع الجمعه ماشي هذه تاع الجمع ولا الطرح. دونك الطرح هذا كيولي مجموع، دونك العدد هذاك مقبل يبقى كما هو بصح العدد الذي ياتي بعدها بعد العمليه هذه تتغير اشارته بس هنا كان موجب يولي سالب باسكو بدلنا هذا الاشاره السالبه. دونك ناقص 17 بس كان سالب موجب يولي سالب، لو كان جهنا سالب يولي موجب، تتغير دائما الاشاره. ومن بعد نشرحها لكم وعلاش تتبدل، نشرحها لكم في ضرب عددين نسبيين كي نديرو ضرب عددين نسبيين. دونك بي يساوي هنا الان المرحله الاخرى واش نديرو؟ مجموع عددين نسبيين لهما نفس الاشاره دائما في الاخير دائما تكون سالبه باسكو سالبين في زوج النتيجه تكون سالبه. دونك هنا المرحله الاخرى واش نحيو؟ نحيو الاقواس. واش نديرو؟ نحيو الاقواس، نحيوهم وناخذ الاعداد الموجوده داخل الاقواس كما هي كما راهي نحيوها. ومن بعد نجمعهما والنتيجه تاخذ نفس الاشاره يساوي 2 و 3. دونك ب يساوي ناقص 2 و 30. ثم سي يساوي 4 ناقص 19. دونك سي يساوي هذا 4 كيكون عدد مكتوب وحده بالاشاره، كيكون الاشاره هو موجب باسكو الاشاره موجب هذيك نقدروا نحيوها كي تكون، يعني رانا نهضروا في اشاره الاعداد، رانا نهضروا على اشاره الاعداد. ثم
ناقص 19. ما راناش نهضروا على هذه، رانا نهضروا هنا قبل العدد. هذه الكتابة هذه كما هنا كما راكم تشوفوا، كما هذه داكو، كما هذه ما عندها المرحلة هذيك قبل تاع الأقواس، ما نكتبوهاش بصح تعرفوها برك، هي زائد 4 زائد ناقص 19 باسكو هذه تاع 19 داكو، مجموع عددين نسبيين مختلفة الإشارة، مختلفة الإشارة واش نديرو؟ نطرحهما والنتيجة تأخذ إشارة العدد الكبير. معنتها شكون اللي كبير فيهم؟ هو 19 سالب داكور، 19 سالب، إذا نطرحهما النتيجة تكون سالبة، إذا السالب هنا يكون سالب بسك 19 اللي كبير على 4 و 19 سالب. نطرحهما الآن 19 ناقص 4 هو 15، دونك سي يساوي إلى ناقص 15. ثم العملية الأخرى دي، ناقص واحد ثم ناقص 1.5، هذا أيضا بين قوسين. هنا طرح عددين نسبيين يولي الجمع، نرجعو جمع، مجموع عددين نسبيين بصح أوبليجي توجور تجوزو من هذه، كيكون فرق لازم دايما ترجعوه إلى جمع مجموع، لكن كي نرجعوه زائد قلنا الإشارة تاع العدد هذاك اللي يجي من بعد تتغير داكور، تتغير يعني معناتها هنا ناقص 1.5 تولي زائد 1.5. فوالا تولي زائد 1.5. ثم الآن مجموع عددين نسبيين مختلفان في الإشارة تعود إلى طرحهما والنتيجة تأخذ إشارة العدد الكبير. دونك هنا النتيجة العدد الكبير هو 1.5، 1.5 موجب بصح قبل ما نحط النتيجة هنا لازم نكتبو المرحلة هذه، نحيو الأقواس ونأخذ الأعداد الموجودة داخل الأقواس بإشارتها تولي هكذا. دونك مجموع عددين نسبيين مختلفة الإشارة تؤول إلى طرحهما والنتيجة تأخذ إشارة العدد الكبير. دونك 1.5 ناقص 1 تساوي إلى 0.5. هذا ثم العملية الأخيرة E تساوي ناقص 15 زائد ناقص 100 زائد ناقص 7. هنا مجموع عدة عمليات، يقدر يكون هنا موجب وهنا سالب إلى آخرها. دونك هنا بيسك موجب يكل، باش نديرو المرحلة الأخرى ننزع الأعداد الموجودة داخل الأقواس بإشارتها، يعني تولي ناقص 15 ناقص 100 ناقص 7. دوك نعطي لكم واحد المثال نديرو كومبليكي شوية باش تشوفوا واش من العمليات الأخرى، بس كاين واحد المثال آخر. الآن هنا واش نديرو؟ مجموع ثلاثة أعداد سالبة لها نفس الإشارة، كسوة سالبة مع بعض ولا موجبة مع بعض عندها نفس الإشارة، نجمعها كلها 100 زائد 15 زائد 7 22، دونك 122. لكن الإشارة تاع هذا العدد تأخذ إشارة العدد هذا، دونك تكون
سالبة. voilà. الآن نعطيكم مثال آخر. par exemple ناقص اثنان زائد ناقص خمسة ناقص ناقص أربعة مثلا، ثم زائد ناقص واحد زائد ناقص واحدة. voilà. دونك اف يساوي، هنا ما نروحوش مباشره نحيو الاعداد الموجوده داخل الاقواس باشارتها، باسكو كاين ناقص هنا، دونك لازم تكون كلها المجموع المجاميع كلها زائد 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 ما بينها. انا لا 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 ماما لا ماما خاطر هاي لي كيد تاع ولادي هاي لي يدو. دونك نبدلوها قبل مجاميع، هنا زائد تبقى كما هي، وهنا ناقص هذه تولي زائد زائد. بصح كي تبدل هذه لازم تبدل الاشاره تاع العدد الموجود من بعد، دونك زائد 4 بيسك ناقص 4 تولي زائد 4، وهنا زائد تبقى كما هي نورمالمون، هنا ناقص 1. فوالا. ثم دونك لازم تكون كلها زائد، ومن بعد المرحله الاخرى واش نديرو؟ نحيو الاعداد الموجوده داخل الاقواس، نحيوها باشارتها، يعني ناقص 2 ناقص 5 زائد 4 ناقص 1. واخيرا باسكو هنا سي بوغسا مديت لكم هذا المثال، واش نديرو؟ نضع الاعداد السالبه معا والاعداد الموجبه معا. دونك هنا سالب ناقص 2 ناقص 5 وناقص 1 ثم زائد 4. لو كان كاين عدد موجب اخر، لو كان اضفناه هنا وكان زدناه هنا. فوالا. دونك كي نديرو هنا الاعداد السالبه عفوا مع بعض، ناقص 2 ناقص 5 مجموع عددين سالبين، فوالا مجموع عددين لهما نفس الاشاره، سالبين في زوج هو عدد سالب، دونك هو ناقص 7، وناقص 7 ناقص 1 وناقص 8. زائد 4 زائد 4. هنا مجموع عددين هذه الكتابة هي نفسها مع هذه الكتابة، حبيت تشوفوها برك هايك، كي تشوفوا هكذا هكذا، لو كي تشوفوا كي تشوفوا باغ اكزومبل هنا ناقص 8 ناقص 4 الكتابة هذيك هي هكذا، مفهوم؟ هذه مفهوم؟ باش تعرفوا هو مجموع عددين نسبيين سالبين، وهنا هو مجموع عددين نسبيين مختلفان في الإشارة، مفهوم؟ ومن بعد اف يساوي الان، دونك هنا مجموع عددين نسبيين مختلفان في الإشارة، يعني يعود إلى طرحهما، نطرحهما والنتيجة تأخذ إشارة العدد الكبير. 8 ناقص 4 هو 4، وهنا العدد الكبير هو 8 و 8 سالب، دونك النتيجة هي ناقص 4. نزيد لكم واحد أخرى باش هكذاك تفهموا مليح. جي تساوي ناقص أو نبدأ بزائد عليه، زائد 6 ثم زائد ناقص 5 زائد 1 ناقص ناقص 3. دونك قلنا المرحله الاولى لازم يكونوا هذو كامل زائد، دونك جي يساوي زائد 6
زائد ناقص 5 زائد زائد 1، وهذه الاخيره نبدلوها تولي زائد، وهذا يتبدل باسك ناقص يولي زائد 3. داكور ثم جي يساوي الان المرحله الاخرى، ناخذ الاعداد الموجوده داخل الاقواس ب باشارتها، دونك زائد 6 ناقص 5 زائد 1 وزائد 3 هنا زائد. ثم العمليه ما قبل الاخيره، نديرو الاعداد السالبه معا والاعداد الموجبه معا، زائد 6 زائد 1 زائد 3 ثم ناقص 5. داكور، معليش تبداو، معليش لو كان بديتو ناقص 5 ومن بعد ديروا الموجبه ماشي مشكل، المهم ديروهم مع بعض، الموجبه مع بعض والسالبه مع بعض. دونك زائد 6 زائد 1 هو زائد 7، زائد 7 زائد 3 هو زائد 10، ثم ناقص 5، واخيرا زائد 10 ناقص 5، هذه مكتوبه على شكل زائد 10 زائد ناقص 5، يعني مجموع عددين نسبيين مختلفان في الاشاره. واش نديروا لهم هذو؟ نطرحهما والنتيجه تاخذ اشاره العدد الكبير، والعدد الكبير هو 10 موجب 10 ناقص 5 هو 5، إذن النتيجة تساوي إلى زائد 5. داكور؟ فوالا. دونك هذا بالنسبة للسلسلة تاع الأقواس، الأعداد النسبية، المجاميع. فوالا. ومن بعد التمرين الثاني، هاوليك، إليك الأعداد النسبية التالية A B و C، واحسب ما يلي، نحسبو A زائد B etc. فوالا، دونك A زائد B تساوي إلى A يساوي زائد 3.5 زائد ب يساوي ناقص 4، مجموع عددين نسبيين مختلفان في الإشارة يعود إلى طرحهما، نديروا الفرق بينهم والنتيجة تأخذ إشارة العدد الكبير، هنا النتيجة سوف تكون سالبة باسك 4 الكبير على 3.5، لكن في القواعد باسك نديروا دائما المراحل، واش نديروا هنا كي كنا بيسك المجموع، دونك الان ناخذ الاعداد الموجوده داخل الاقواس باشارتها، دونك زائد 3.5 ناقص 4 يساوي الى ناقص 0.5. داكور، نطرحهما والنتيجه تاخذ اشاره العدد الكبير. ثم ب ناقص 2 سي، ب هو ناقص 4 ناقص 2 سي، يعني 2 في سي، سي هو ناقص 7. دونك هنا واش نديرو؟ هنا باسكو عندنا الطرح والضرب، نبداو بالضرب هنا، دونك ناقص 4 ناقص 2 في ناقص 7 هو ناقص 14، ناقص 14 نحطوه داخل الأقواس هنا، طرح باسكو الطرد الفرق الطرح، نرجعوه الى الجمع، وهذا العدد الاول يبقى كما هو، وهنا باسكو الطرح يولي الجمع، العدد هذا تغير اشارته. داكور، دونك ناقص 4 ثم عفوا هنا نحيو الاعداد هذوك داخل الاقواس، دونك ناقص 4 زائد 14، مجموع عددين نسبيين مختلفة الإشارة، يجي توجو هكذا، واحد موجب وواحد سالب، نطرحهما والنتيجة تأخذ إشارة العدد الكبير، والعدد الكبير هنا هو 14، 14 موجب، دونك النتيجة تكون موجبة، ناقص 4 زائد 14 هو 10. داكور، ثم
العملية الأخرى الآن. A ناقص B في C. A هو زائد 3.5. ناقص B هو ناقص 4 بين قوسين في C هو ناقص 7. نفس الشيء زائد 3.5. نبدأ قبل في الجداء أولوية للضرب. ناقص ناقص 4 في ناقص 7. لابن في ضرب الأعداد النسبية عندما نضرب عددين نسبيين لهما نفس الإشارة تعود هي النتيجة تكون موجبة. سواء ضربنا موجب في موجب أو ضربنا سالب في سالب، المهم يكون عندهم نفس الإشارة. جداء عددين نسبيين لهما نفس الإشارة هو عدد موجب، وجداء عددين نسبيين مختلفان في الإشارة يعني واحد موجب واحد سالب هو عدد سالب. دونك هنا الجداء تاع ناقص 4 في ناقص 7 هو عدد موجب، زائد 4 في 7 يساوي 28. دونك هنا نوليو الى مجموع الاعداد النسبيه. دقيقه فقط اعتذر. دقيقه فقط تمام. نخدم انا فاس نخدم انا المياه. اعتذر. دونك هنا بالنسبه للطرح عددين نسبيين بامبورت كيفاش يكونوا ولا كيف الاشاره ولا، دائما الطرح هذا لازم يولي جمع. دونك زائد 3.5 زائد هنا بيسك زائد يولي ناقص. هذه هي القاعده. الان ناخذ الاعداد هذيك الموجوده داخل الاقواس باشارتها ونعود إلى مجموعة عددين نسبيين مختلفة الإشارة، يعود إلى طرحهما. نطرحهما ونأخذ إشارة العدد الكبير. العدد الكبير فيهم هو 28، يعني نأخذ كي نقول نأخذ إشارة العدد الكبير بدون العدد الكبير هذاك بدون إشارة، ماشي باسك في الحقيقه زائد 3.5 هو الكبير على ناقص 28، بصح حنا نكومباريو 28 مع 3.5. داكور دونك النتيجه تكون سالبه. دونك يساوي ناقص 24.5.
ثم العملية الأخيرة ب زائد سي قسمة أ تساوي ب هو ناقص 4 زائد سي هو ناقص 7 قسمة أ هو زائد 3.5. هنا الأولوية دائما كي تشوفوا الضرب ولا قسمة الأولوية ليه الضرب هو القسمة. دونك ناقص 4 زائد هنا قسمة عددين نسبيين مختلفان في الإشارة، هذا سالب وهذا موجب، كيف قواعد القسمة كقواعد الضرب. ضرب عددين نسبيين مختلفان في الإشارة هو عدد سالب، قسمة عددين نسبيين مختلفان في الإشارة هو عدد سالب. دونك هنا يكون عدد سالب. 7 على 3.5 هو 2، دونك يساوي هنا ولينا المجموع عددين نسبيين. نحيو الأعداد هذوك داخل الأقواس بإشارتهما، مجموعهما يكون سالب باسكو سالبين في زوج، يكون سالب ويساوي إلى ناقص 6. هذا بالنسبة للتمرينين هذوك اللي قالوا لي ما فهمناهمش. الآن بالنسبة للضرب والقسمة تاع الأعداد النسبية، ضرب والقسمة تاع الأعداد النسبية عددين نسبيين هنا بالنسبة لضرب وقسمة عددين نسبيين قلنا القاعدة جداء عددين نسبيين لهما نفس الإشارة، عندهم نفس الإشارة، هو عدد موجب دائما، يكون عدد موجب دائما. وجداء عددين نسبيين جداء عددين نسبيين مختلفان في الإشارة هو عدد سالب، كما هنا باغ اكزومبل ناقص 12